لا انا فاكره انه ماما كان عند الدكتور الاسنان بتاعها وانا طفله، واخويا اكبر مني كان بيلعب اورج وكان بيحب المزيكا. باسم باسم تمام. فقالت لها، وده الست دي يعني ايه، قال دي اللي اتنبأت بموت عبد الناصر انها حد مهم يعني. فقالت لها انت حد من ولادك هيبقى مشهور ومعروف وحاجات زي كده. طبعا احنا كلنا فكرنا في باسم طبعا مش فيا. نعم. قالت لها حاجات كتير يعني، قالت هتتفرقوا، واحنا فعلا اتفرقنا. صحيح. يعني بابا راح امريكا واحنا صحيح. في مصر فاتفرقنا. ففي حاجات كتيرة لقينا عمل في البيت عندنا، مرمي عمل في البيت، كان بابا بيشتغل ففي ورق طار، فطار ورا حاجه زي برافان كده، المهم راح يجيبه فلقينا العمل ده. كل حاجه في العمل دي حصلت، تصدق او لا الله اعلم يعني، ممكن نعم. يعني كذب المنجم بس الله اعلم. ولكن اللي اتقال يعني قال انهم يتفرقوا ما يتجمعوش ابدا. فسبحان الله يعني ايه، بابا سافر بقى مثلا، ايه بابا يسافر فانا سافر له بس يجي، او ماما، لكن احنا ما اتجمعناش احنا الاربعه. ولما اتجمعنا احنا الاربعه والدي توفى. تمام. اي دون ما اعرفش بقى هي جت بالصدفه ولا جت ايه، واحنا لما لقيناه ما عرفناش يعني. مين اللي حط العمل ده؟ حد من طرف ماما، حد من طرفها، ليه؟ صاحبتها، واحده صاحبتها، واحده صاحبتها. اه من نفسنا يعني. لانها لقت يعني، هي كانت بتبات عندنا فلقت الشعر من الفرشه وقميص النوم بتاعها مقصوص وكده، وان ولادها يفشلوا وكده. فانا كنت في الفتره دي بقى كنت لسه في ابتدائي يعني، فكنت اقعد اعيط لماما مش عايزه اروح المدرسه، اعمل اي حاجه بس ما تودينيش يعني. بيتنا اتلخبط، بيتنا اتلخبط من غير سبب يعني، مفيش سبب. كيف تقاوم الأعمال؟ هو بالصلاة. بالصلاة طبعا يعني، فعلا الصلاة مفتاح السماء. هو الصلاة مفتاح السماء، لكن هو لازم برضو نفهم انه انك انت كل ما بتصلي كل ما الروح الشريرة او الشياطين